سيداتي وسادتي، نعكر أجواءنا وأجواء العروبة والإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للمقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في ليلة القرآن، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. وجعلناه
عسى ربكم
جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
وجعلنا آية النهار عبرة لتبتغوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب أن يوحدنا جميعا على الخير والمحبة
وأن يكون لقاؤنا الآخر في فلسطين وقد طهرناها من أرشاف الصهيونية. إنه هو السميع البصير. يحييكم أيها الإخوة في القاهرة ودمشق وبغداد والكويت وبيروت وأمدرمان وفي كل بقعة عربية. وإلى لقاء أعم وأشمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، وإلى لقاء.